عليك الله. صراحة كلب خيالي، كلب نار. أنا عجبني بس كيف المخرج لما لقط الإحساس. شفتي؟ هذا اللي أنا كنت قاعد أقول لك، نطري راح تشوفيها بواقة الإحساس. هنيالك مخرج، هنيالك يا عرفيرس، هنيالك يا حمود ناصر على الكليب الحلو. صراحة وموفق ومنها للأعلى. إيش رأيكم؟ وايد حلو. شيء خطير. أداء حلوة بالفيسبوك صمت البحر. تشكر يعني المخرج، تشكر الفنان حمود ناصر بعد، وتقول إن الأغنية وايد حلوة بصراحة. إي والله الأغنية. يعني شوف هذه بس عجيب. مثل يوري إنه ممكن يعني سيمبل. فيديو كليب سيمبل، أغنية حلوة والتصوير كذا كان رايق. بنفس الوقت تحسين إنه في إحساس. يعني إحنا صراحة واقعيا يصير عندنا وايد، الواحد لما يكون حاب ولا لما يكون مار بمرحلة مثلا مجروح منها دائما يصفط سيارته بمكان وينزل تلقينا مثلا إذا كان يدخن يعني يكون يحوسه من السيارة، ولا يتمشى مثلا يشم هواء يحس إنه هو يشكي بينه وبين نفسه. صح. إنه ما صارت ولا مرة يعني على قولة نواف أغنية حب وكذي تلقين المطربة داشة بالوعة ولا قاعد مسوي ديسكو تحت ال اي هذه طبعاً يعني صراحة يا جماعة وايد الموضوع حلو، بس اكيد بنيف انت يعني مذهب لنا سوالف اليوم. طبعا اليوم تكنولوجيا يا جماعة، هب هب بعد تكنولوجيا. يلا تكنولوجيا ضبطنا. يلا سويتش غيروا اماكنكم زين. خل هذا خل اللابلوب. ما في شفق. هيلو سويتش على الهواء. احنا اليوم قاعد نبدل كذي على الهواء مع بعض. بس في شيء بقوله حق مجنونة اسرار. صراحه انت قاعده تقولي لي قاعد تقولي شنو، يا انك تغني يا انك تيجي السعوديه تشوف سميك نواف. انا راح اقول لك الاولى، يعني اني اغني مستحيل، ممكن ان انا اتشرف وياي. وطبعا نفس ما قلت لك احب نواف على راسه لانه كله بركه وربي يحفظ لكم اياه ان شاء الله. انزين بالبدايه تبون تشوفون الكتب، طريقة الكتب الجديدة اللي راح تطرحها طبعا شركة ابل. وشلون راح يعني راح تكون قراءة هذه الكتب؟ هذه تفيدني الجيل الجديد والاي او اس 5 والسوالف هذه كلها. تبون تعرفون هالسوالف اكثر، خلينا نشوف الفيديو هذا يمكن نتكلم عنه، بس هو يتكلم عن نفسه. سمعتوا سارة شن قالت؟ أنا مالي شغل المكتبات
قالت اوه ماي جاد. طبعا لاحظتوا معنا ولاحظتوا معنا شباب حتى على راسك. انا قايله حتى لابسين الطربوش تسوي فيك بعد فقرتك. بعد كمل. طبعا تابعتوا معنا الكتب الجديده اللي طبعا ابل دشت الخط زين، ولان المنافسه الاندرويد عندها هذه الفكره، فهم قبل لا ينزلونهم هذوليك نزلوا هذولي السالفه. فلو لاحظتوا معنا الكتاب صار مون ذان يعني بوك. فالطاقه الشمسيه والطاقه الرياح طبعا اللي كانوا يعرضونها يعني يعرض لك فيديو خاص، هو مو كل كتاب، كتب خاصه راح تكون متوفره بهالشيء هذا، يرفقون معاها صوره اكثر من صوره تكون 3 دي، بالاضافه الى ان تكون فيديو خاص بالسالفه نفسها. هذا الشيء. الشيء الثاني حتى راح يكون الايفون نفس ما لاحظتوا طبعا أيه. هو لما سوى هذه الحركه قاعدين يمهدون حق اشياء جايه بالمستقبل. وعلى طاري الايفون في عندي شيء خبر بقول لكم اياه. احدى الشركات زين على اللي يقولون ان شحن الايفون يخلص بسرعه، اكتشفوا او طلعوا شغله عباره عن ستيكر زين. هذا الستيكر كل اللي عليك تسويه بس انك تحطه على شاشه الايفون، ونفس الستيكر العادي اللي انتم حاطينه أيه. وهذا عن طريق الطاقه الشمسيه يشحن لكم الايفون بس. بس ليش ما راح ينزل بالاسواق الحين؟ لان عشان تشحن التليفون الايفون يبي لك ساعه كامله، بس هذه التقنيه اللي مستخدمينها راح تستخدم بالاسابيع او الاشهر الجايه حق وايد اماكن. عموما هذا مو موضوع انا، موضوع الحين اي نصابين في عندي نصاب؟ لا نصابين والله نصابين. زين في حين لا 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 في هذه معلومات صجيه، تقدرون تدشون الكمبيوتر الكفي موقع متخصص بهالسوالف هذه، وانا اخذ منه كل معلوماتي، دشوا عليه وشوفوه. زين الحين في عندي شيء ثاني راح ينعرض الحين اتكلم عنه. اتكلم عنه. عندنا سمعتوا عن ابل تي في؟ بدر انت تعرف ابل تي في، كلمتني عنه انت قبل. ابل تي في سالفته هذا، تخيلي ان انت قاعده بالبيت متضايقه، ما في فيلم مضايجه مضايجه، ما في شيء مميز، تبي تحضرين احد الحفلات الغنائيه، تبي تحضرين مثلا مصارعه او مباراه او اغنيه او اي فيلم بالك. ابل انزين نوجه لها تحيه انزين أبل. نزلت جهاز اسمه ابل تي في، اكيد راح نعرض الحين صوره. هذا الجهاز صغير انزين، في وصله اتش دي ام اي، في وصله طبعا حق كيبل النت، وما في تعقيد وكذي، كل اللي يبي لك ايوه بالضبط هذا هو. هني جذابين لا شنو كله جذابين، انت ما شيء عاجبك انت، خلها هذا تقدر توصله على اساس تستخدمه عن طريق الايفون والايباد، بس هو استخدامه الاكثر طبعا هو معاه ريموته وموجود هذا الجهاز بالكويت. واو شنو هذا؟ هذا جهاز حمود ابل تي في، مو ان ذان ريسيفر، يعني التلفزيون انت اللي تتحكم فيه مو هو اللي يتحكم فيك. تي في؟ هو اي هو لازم تشبكه بالتي في. شلون طريقته هذا خليني اقول لكم. بعد ما تشبكها يبي لك وايرلس، ويبي لك ايتون، تقدر تاخذ الايتون جيفت زين على اساس يكون عندك اكونت معين. فسالفته هذا تبي تطلب فيلم، تبي طبعا هو طريقته شلون الابل طبعا، هذه بدر اعطاني المعلومه هذه، ابل عندها سياسه التاجير مو سياسه يعني انك تشتري شيء. بصراحه صح وجهه نظرهم، ان انا اذا بشتري فيلم ما ادفع فيه مبلغ كبير، انا ليش راح ارد اطالعه مره ثانيه؟ راح نطالعه مره واحده، وهو راح يتم متسيب بالجهاز نفسه. الجهاز وايد حلو ومواصفاته وايد حلوه، انك تقدر تطالع الفيلم اللي تبيه والاغنيه اللي تبيها والفيديو اللي تبيه. موجود حتى بالكويت؟ ها لا. موجود بالكويت ومن فتره كبيره لا. بس انا شلون نوافت اجره يعني انت تدش على موقع وتدفع مثلا كوست؟ هو حمود اول ما تدش هو راح يفتح لك طبعا راح يكون في عندك نفس الاب ستور ما شاء الله راح يفتح لك اي المجازين الخاص فيهم، فراح يحط لك انت تي في شوز موفيز هو مبين قدامكم، فاللي تبيه راح تختاره حمود. افلام جديده راح تكون بالسينما، وعلى فكره قاعدين يطورون هذه السالفه، لان حتى الاندرويدز يعني داشه معاهم يعني قاعده حق الابل هني وداشه بالموضوع هذا، وراح ان شاء الله قاعدين يطورون هذه السالفه، وقاعدين ينزلون تلفزيونات الحين انا قريت عنها توشيبا داشه بالخط. توشيبا بصراحه اقتحمت سوى التلفزيون انت التحكم فيه، لان في كاميرا ابرمجها علي انا مثلا انا واف ابي ريزولوشن معين، صوت معين، قناه معينه، بس اقعد اقول له تي في اون مثلا ام بي سي 3، هو اهم شيء ام بي سي 3، فهو يحط لك اللي تبيه وانت تطالع. هذه التلفزيونات يبرمج لك اربع مستخدمين خاصين بالتلفزيون. هاي التلفزيونات جديده ان شاء الله راح اتكلم عنها، بس اعطوني فرصه على ما تنزل بالاسواق، ما بتكلم عنها وتكون موجوده. انزين الجهاز الاخير مع الاسف انه ما يمدينا اتكلم عن الجهاز الاخير، بس انا وعدكم سامسونج ان شاء الله على الاسبوع الاخير يعني رب ضرره نافع على الاسبوع الجاي ان شاء الله راح نتاخر فيه، بس ان شاء الله يكون موجود سامسونج جالكسي اس 2 انزين ان شاء الله راح يكون موجود، وانا هذا جايب لكم البيانات والمعلومات عنه، جهاز خطير. هذه كانت حلقتنا، تابعونا الاسبوع الجاي من باكر مو الاسبوع الجاي من 6 ل 7 فقره اسرار وساره، ومع السلامه.
باي باي.